صباح الخيرات عن جديد. بعصرنا الحالي صرنا بحاجة ماسة لتجديد النظر، يمكن ورد وتعميقه بمجموعة من المفاهيم والأساليب يلي منتبعها بحياتنا اليومية ومحاولة تفكيكها، والأهم هو البحث عن القيم الكبرى المكونة لجوهرها. تماما، هي عملية التحليل والتركيب لناخد القواعد والتقنين بأيام هجرة الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، ومع كل المحاربة له من أهله وأبناء قريش، ومع ضعف كل الأساليب المتاحة لإنجاح دعوته الإسلامية، إلا أنه أصر وثابر وأخذ بالأسباب للقيام بهجرته وإيصال الرسالة الإسلامية لكل العالم. فلازم نحن نقتدي بالرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، ونتعلم من حكمته وقوته وصبره وحسن الإدارة لكل الأمور بطريقة صحيحة، لنعرف أكثر كيف ممكن نسقط مواضيع العبر والقيم للهجرة النبوية الشريفة على حياتنا المعاصرة. صارت معنا الأستاذة وسام، مدربة ومطورة الموارد البشرية. الأستاذة وسام معراوي، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. كل عام وانت بألف خير. صباح الخير فيكم، صباح النور، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، ينعاد عليك يا رب. وعليكم إن شاء الله. بداية يعني خلينا نحكي عن العبر يلي فعليا نحن ممكن نستفاد منها بيومنا هاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هلأ يعني ذكرى حلوة بتجي دائماً، المناسبات الدينية اللي ترجع تربط لنا الحوادث اللي عم تصير معنا مع التاريخ. فيعني هي أول دعوة لحتى نحن نكون عم ناخد بالتواريخ، لأنه في ناس التاريخ ماشي وهن واقفين. الفكرة الثانية أنه نحن في عنا عبر كثير عظيمة، سواء كانت مع الأشخاص اللي صارت، لأنه هن نحن بنعرف أنه تعرضوا كتير لاضطهاد المسلمين بالبدايات، بلشوا يهاجروا بشكل فردي، وهاجروا أول شيء هجرة للحبشة، بعدين كانت هي الهجرة الأساسية. ففي عنا عبر كتير، سواء كانت عم تصير مع الصحابة وكل حدا منهم لحاله مدرسة، أو لما كانت عم تصير خاصة اللي هي صارت مع النبي اللهم صل عليه برحلته، كيف خطط له، مين كان معه، كيف وصلوا. هاي يعني في عبر كتير، في دروس كثيرة. يعني عم نحاول ما نكرر نحن نفسنا كل سنة والتانية، لذلك عم نحاول نضيف شيء جديد. تمام. ولكن بدي أرجع أكد على فكرة الأخذ بالأسباب. اليوم نحن سلمنا أمرنا لله عز وجل، ما في مجال لنشك بهاي الحقيقة، ولكن كيف أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بالأسباب؟ ولو بدنا نسقط هذا الموضوع على تنمية الموارد البشرية اللي حضرتك متخصصة فيه، تمام، قديش مهم التخطيط؟ قديش مهم التنفيذ بعد التخطيط؟ تمام. هلأ للأسف الناس مقسومة قسمين، الثالث هلأ حنشوف كيف هو قسم ضعيف جداً جداً كعدد. القسم الأول هو القسم يلي بياخد الأمور كتير بمنطق، يلي هو بياخد كتير الأمور بالأسباب، فدائماً بيخطط وما بيترك أبداً مجال للمرونة، أو ما بيترك مجال لأنه يصير أشياء معنوية بأي حدث عم بيخطط. روحانية. هدول عكس الروحانيين اللي هن منطقيين جدا. يعني هن جماعة واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني قصدي ما بيترك مجال لشيء روحاني. أيوه تمام تمام، لتوفيق لصدفة حلوة، ما في هيك دراسة. القسم الثاني هن العكس تماما، يلي كل ما قلت له خطط بيقول لك اتركها هيك، يعني ما بتعرف شو حيصير، ما في ولا خطه عم تنجح. بيجي رزقته معه. ايوه تمام، لدرجه انه ممكن تلاقي اشخاص احيانا عم ياكلوا اشياء مبخوخه وسامه، وخلص سمي بالله وكله ما حيصير لك شيء. لا، نحن المسلم الذكي هو الشخص يلي بياخذ بالعقل مع القلب سوا، وهي هي محور الذكاء العاطفي يلي بدنا نكون نحن عم ناخذ بالاسباب، وكمان عم نترك اشياء للتوكل. في مقوله كثير حلوه بتقول خذ بالاسباب وكانها كل شيء، وتوكل على الله وكانها ولا شيء. فانا بدي خطط، وكمان في قسم او شق اخر يلي هو التوكل على الله. طيب يعني أفكار جداً حلوة من حضرتك عم ناخدها. بدنا نحكي شوي عن فكرة التطور اللي عم بيصير بهذا الجيل، يعني بتحسي جيل بعد جيل التطور اللي عم بيصير عم يخلينا شوي بعاد عن الدين وعن القيم الدينية، يعني اللي هي أهم شيء نحن نتعامل فيها بحياتنا اليومية. بطرق بسيطة كيف نحن ممكن نوصل القيم الدينية لهذا الجيل بدون ما نحسسه أنه نحن أنه لا، لازم تبعد عن التطور والتكنولوجيا والحياة اللي أنت فيها وبس تلتزم الدين. أهم شيء هو الاطلاع والثقافة، يعني ركزوا مثلا على التخطيط، أو ركزوا على أحداث السيرة، أو كيف صار موضوع الهجرة. بس حدا خطر بباله يتعمق أكثر ويشوف أنه النبي اللهم صل عليه لما فكر بموضوع الهجرة كتير أخذ بالأسباب العلمية،
يعني مثلا هن حيطلعوا ويروحوا سيرا على الاقدام. طب كان معروف بهذيك الفتره انه قريش هي عندها علم قائم بحد ذاته اللي هو تقفي الاثر. فهو اتفق مع شخص انه هذا الشخص حيكون راعي حيمشي مع القطيع تبعه ويغطوا باقدامهم. تمام. اعتمد كثير على موضوع انه يمكن ذكرها قبل شوي الضيف ايوه تمام انه كيف طريق المعروف المستقيم لمكان الهجره لا هو عمل التفاف. الفكره الثالثه جميل كثير التخطيط ولكن احنا بحاجه لتوزيع المهام. وهذا الشيء اللي عمله النبي اللهم صل عليه لما خلى انه في عنده صديق بده يروح معه بهي الرحله، في شخص بده يجيب لهم الاخبار، اعتمدوا كمان على العنصر النسائي وهذا الشيء كثير رائع. حنذكرها بعد شوي. السيده اسماء اللي كانت تجيب لهم الطعام. اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه. وبنفس الوقت هن صحيح رايحين ومتكل على توفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن كمان هو بحاجه لانه ما ينفصل عن الواقع، بحاجه لشخص يجيب له اخبار قريش وعم تعمل قد ايه، عم ترصد مكافآت للاشخاص يلي حي يعني يلقوا القبض عليهم قبل ما هن يوصلوا على المدينه. فالاطلاع كثير مهم، الثقافه كثير مهمه، لانه برجع بقول الدين مع العلم مع بعضهم يعني بيترافدوا بيتواكبوا مع بعضهم. بس نحن نكون اكثر اطلاعا. تماما. واصلا يعني في كثير رسائل دكتوراه بكليه الشريعه وايضا علماء وفقهاء ما فصلوا الدين عن العلم ابدا، يعني ما قالوا الدين والعلم ويكملان بعضهما، لا الدين هو علم. تمام. فهو قائم على العلم واتمام مكارم الاخلاق. نحن ليش ما بعرف ليش في بعض الناس بتقول لك متدين معناتها زاهد معناتها ماله بالحداثه والتطور والتكنولوجيا، ابدا مو صح نهائيا. في عنا شباب عالمين مهندسين معلوماتيه وتكنولوجيا وهن قمة بالدين وبالأخلاق. صح. نروح لشغلات أخرى كمان بموضوع الهجرة وهي عدم اليأس. كثير من الناس اليوم لما بتطلق مشروع جديد أو بدها تطور حالة بتنمية بشرية فوراً تحبط، فوراً بتقول ما عم تزبط معي. كيف بدنا ناخذ من معاني الهجرة شيء يحفزنا على الإصرار والعزيمة؟ قلنا قبل شوي انه قريش رصدت مبلغ كثير كبير او مكافاه كثير كبيره للي بيلقي القبض على النبي اللهم صل عليه هو وسيدنا ابو بكر وهن رايحين الرحله، فعن جد في شخص قدر انه هو يلحقهم ويشوفهم. يعني كل ما هو كان عم يتقدم سراق بن مالك، كل ما كان هو عم يتقدم يعني اللي راكب عليها تغور بالرمال. فالفكرة أنه النبي اللهم صل عليه عرض عليه عرض أنه بترجع ولكن أنت في إليك سواري كسرى. طب كسرى هو ملك موجود، كيف حي يعني ينتقل النبي اللهم صل عليه على المدينة وبعدين يتوطد ويتمكن وينتشر الإسلام ومن ثم يقدروا أنه هن يعملوا معارك أو أنه يعني ينتشر فتوحات. أيوة فتوحات، بحيث أنه هو تتوسع الدائرة أكثر. قدي كان عنده يقين لحتى عطى هذا الوعد؟ نرجع لفكرة الإيمان، لما الإنسان بيآمن بقدراته وبيآمن بأنه إنسان ما له مخلوق عبث، هو في له شيء بهي الحياة لازم يعملها، فلحالة بتتضافر الظروف، بتتضافر بتتسهل الصعاب، بتتذلل كلها لحتى يكون طريقه نوصل للطريق. أكيد يعني نحن من البداية خططنا وهدفنا. تمام. كان فيه بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا لليوم. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. يسعد صباحك وينعاد عليك بالخير والبركة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم.